السلام عليكم. هنتكلم في الفيديو ده عن موضوع اسمه الهوك وورمز، اللي هم الديدان الخطافية، وده تبع النيماتودز اللي هي الديدان الاسطوانية. الهوك وورمز دول تو وورمز، اثنين، اول واحدة اللي هي الانكليستوماديودينال، والتانية اللي هي النيكيتور امريكانس. الهوك وورمز يعني ديدان خطافية. ليه اتسمت كده؟ عشان الراس بتاعها اللي هو فيه البقة الكبسول، اللي هو بيبقى البقة الكبسول ده فيه التيس والبليتس، هنشوف بعد كده، بيبقى مقلوب لورا عامل زي الخطاف، عشان التيس دي تبقى ماسكة اكتر في الميكوزا وتبقى ثابتة. هنبتدي باول حاجة اللي هي الانكليستوما ديودينال، ودي الاهم. واول ما تسمع انكليستوما ديودينال على طول يجي في بالك الايه؟ الدراكولا، اللي هو مصاص الدماء. الانكليستوما دي قاعده عماله تمص دم الانسان، وهي تبع النيماتود، ديوده اسطوانيه. الماوس بتاعها زي ما احنا شايفين بيبقى فيه سترونج تيس، اسنان قويه بتمسك بيها في الميكوزا بتاع السمول انتستين، مينلي في الجيجنال، وعماله تجرح طبعا في الميكوزا. والمريض ده اللي عنده الانكليستوما عمال يفقد بلد، لذلك اشهر حاجه هتبقى موجوده عند المريض ده ايه؟ الانيميا، اللي هي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. طيب نيجي لللايف سايكل بتاع الانكليستوما. اللايف سايكل بتبدا بالهيومن اللي عايشه في السمول انتستين بتاعته، ميل في الجيجنال، عايش مين؟ الانكليستوما ديودينال، ميل وفيميل، تمام، ماسكين في الميكوزا بتاع الجيجنال بالبقه الكبسول اللي هو فيه ايه؟ فيه تيس، في اسنان قويه، وقاعدين عمالين يمصوا دم الانسان. بعد الفيرتلايزيشن الفيميل دي بتبدا ان هي تحط الايه؟ الاجز. الاجز دي بتبقى اماتيور وترانسلوسنت، وفيها فور سيل ستيج زي ما احنا شايفين، فيهم اربع خلايا الايج دي، تمام، وبتبقى اماتيور. عشان يحصل لها ماتيوريشن لازم تنزل فين؟ في السويل. واحنا اتفقنا قبل كده ان اي انتستاينال نيماتودز هتحتاج السويل في فتره من اللايف سايكل بتاعها عشان يحصل لها ماتيوريشن، بنسمي الدوده دي ايه؟ جيوهلمينسك نيماتود. يبقى الانكليستوما من ضمن الجيوهلمينسك نيماتود. ليه؟ عشان هي بتحتاج السويل في فتره من اللايف سايكل عشان الايج يحصل لها ماتيوريشن في السويل. اول ما يبتدي يحصل لها ماتيوريشن بيطلع منها ايه؟ الايج دي بيطلع منها ال1 اللي هي اول ستيج من اللارفا، اللي هي بنسميها فيرست ستيج رابد ديفورم لارفا او ال1. ال1 دي هتمر بكذا مرحله عشان توصل لادلت، واتفقنا ان بيوصل اللارفا دي لازما يحصل لها فور مولتنج، يعني انسلاخ، بيحصل لها فور مولتنج، تنسلخ اربع مرات عشان توصل للادلت. طيب ال1 دي يحصل لها الفيرست مولت وهي لسه في السويل، وتتحول من ال1 لايه؟ ل2 اللي هي بنسميها السكند ستيج رابد ديفورم لارفا. السكند ستيج رابد ديفورم لارفا يحصل لها السكند مولت برضو في السويل، وتتحول ل L3. ال L3 بنسميها فيرست ستيج فيلاري فورم لارفا، مش رابد ديفورم بقى، فيرست ستيج فيلاري فورم لارفا، وهي دي الانفكتيف ستيج اللي هتعدي الانسان. طيب ال L3 دي موجوده فين؟ موجوده في السويل، بس ليها شويه خصائص. هي بتبقى نيجاتيف في حاجه واحده والباقي بيبقى بوزيتيف. نيجاتيف جيوتروبيزم، تروبيزم يعني محبه، وجيو يعني المض اللي هو الطين، يبقى نيجاتيف هي مش بتحب الايه؟ الطين، لذلك بتبقى قاعده فين؟ على سطح التربه، على السطح خالص في اول طبقه من السويل مش تحت، تمام. طيب وبوزيتيف هيجروتروبيزم، هيجرو يعني ميه، يبقى هي بتحب الميه، يعني لو السويل دي منديه شويه وفيها ميه يبقى كويس قوي. وبوزيتيف هيستوتروبيزم، هيستو يعني تيشوز، يبقى هي بتنجذب للتيشوز بتاعه الايه؟ الهيومن، يعني لو في انسان معدي كده رجليه مش لابس حاجه فيها، فهي بتعمل بنتريشن لايه؟ للسكين، بتنجذب للسكين بتاع الانسان. وبوزيتيف ثيرموتروبيزم يعني بتحب الايه؟ الحراره. طيب هيجي بقى انسان هيومن تاني معدي وبير فوتد، يعني حافي القدمين، ومعدي فيه السويل، فتروح ال L3 دي اللي هي الانفكتيف ستيج عامله بنتريشن للسكين بتاعه، وهتروح فين؟ هتروح لاقرب بلاد فيسل وتمشي مع تيار الدم لحد ما توصل ليه؟ اللنج. اول ما توصل من اللنج، في اللنج هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي سيرد مولت. يبقى كده في الفيرست والسكند مولت حصلوا في السويل، والسيرد مولت اهو في اللنج، وتتحول من L3
اللي هي كانت دخلت جسم الانسان، هتتحول من ال 3 لايه؟ ل ال 4 اللي هي بنسميها السكند ستيج فلاري فورم لارفا. تمام. ال ال 4 دي، ال ال 4 دي عايزه تروح الهابيتات بتاعتها اللي هي جيجنم، فهتسيب اللانك وتطلع للبرونكاي ومنها للتراكيه لللارنكس والفارنكس، والانسان يبلعها وتنزل في السمول انتستين في الجيجنم وتعمل لي اخر مولت في الجيجنم اللي هو الفورس مولت، ويتحول من ال 4 لايه؟ لادلت ميل وفيميل. يبقى هي كده حصل لها 2 مولتنج في السويل فيرست والسكند، وحصل الثيرد مولت في اللنج، وحصل الفورس مولت فين؟ في السمول انتستين. طيب الكلينيكال هنطلع من اللايف سايكل دي بشويه ايه ايتمز من الديفينيتيف هوست اللي هو الهيومن. تمام. مفيش هنا لا ريسيرفوار هوست ولا انترميديات هوست. طيب الهابيتات الأضلت عايشه فين؟ في السمول انتستين، مينلي في الجيجنم. الدايجنوستيك ستيج ايه الشخص ده؟ لو خدت عينه ستول هدور فيها على ايه؟ هلاقي الايج اللي هي اماتيور ايج. وايه الانفكتيف ستيج؟ الانسان اتعدى بايه؟ بتعدي بالال 3 اللي هي الفيرست ستيج فلاري فورم لارفا. ايه المود اوف انفكشن؟ المود اوف انفكشن الانسان بيتعدي عن طريق بنتريشن للسكن بالال 3، ده المين مود اوف انفكشن. ليه؟ هل في مودز تانية؟ اه. طيب الانسان ده لو شرب مية فيها ال ال 3 هل هيتعدي؟ هيتعدي في حالة واحدة، لو هي ال ال 3 دي عملت بنتريشن للبقة الميكوزا قبل ما تنزل في الاستومك، لان هي لو نزلت في الاستومك هتتكسر بالجاستريك اسيديتي. تمام. وممكن ترانس بلاسنتر يعني من الطفل للجنين، وممكن ترانس ميموري اثناء اللاكتيشن اثناء الرضاعة. مين اللي هينتقل؟ ال ال 3 مش الادلت. تمام. طيب الكلينيكال بيكتشر العيان ده هيشتكي من ايه؟ هي الدوده الانكريستوماديه حياتها عباره عن ايه؟ ان هي اللارفا بدات عملت بنتريشن للسكن، يبقى في مرحله في السكن، وبعد كده عملت مايجريشن لللنج، وبعد كده راحت للانتستين. يبقى انا عندي فيه 3 ستيجز. اول ستيج اللي هي السكن بنتريشن، مرحله السكن بنتريشن ده تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. مكان دخول اللارفا في السكن هتعمل لي حاجه اسمها جراوند اتش. جراوند اتش ده يعني الانسان هيبقى يشتكي من ايه؟ هيبقى عنده اتشنج واريسيما وفيزيكيوليشن، يعني في فيزيكلز كده تمام موجوده في مكان دخول اللارفا، وممكن كمان يجي بكتيريا عليها تعمل لي سكندري بكتيريال انفكشن. طيب الحاجات دي هتبقى موجوده فين في جسم الانسان؟ تبقى موجوده ما بين التوز والسيرفيس بتاع الفوت والانتر ديجيتال سبيس اوف هاند، اللي هي الاماكن اللي ممكن يدخل فيها اللارفا وتعمل بنتريشن. تاني ستيج اللي هي مرحلة المايجريشن، اللارفا دي عملت مايجريشن وراحت فين؟ لللنج. راحت لللنج هتعمل لي حاجة اسمها ايه؟ لوفلرز سندروم. جبنا سيرة اللوفلرز قبل كده وقلنا ان الانتستينال نيماتودز اللي بتعدي على اللنج هتعمل لي ايه؟ لوفلرز سندروم. وكان في كان في 3 نيماتودز بيعملوا لوفلرز سندروم اللي هم مين؟ الاسكلس وشرحناها، ودي الانكليستوما تاني واحدة، وفي لسه الاسترونجلويدز كمان بتعمل لي لوفلر سندروم. العيان هيبقى عنده ايه؟ هيشتكي من كف وديسنيا وهيموبتيزيز يعني بيكف بلاد، واسينوفيليا، وكمان الاسينوفيليا دي بتعمل لي الرجيك مانيفستيشن على هيئه اديما وارتكاريا وممكن ازماتيك اتاك. بعد كده اللارفا دي خلاص راحت للانتستين وتحولت لادلت، ففي انتستينال فيز. اتفقنا الانكليستوما دي اللي هي بتساوي ايه؟ دراكولا مصاص الدماء، فبتعمل لي مكان ما هي ماسكه بالتيس بتاعها في الميكوزا بتعمل لي ايه؟ ألسرز، بتعمل لي تقرحات. تمام. ونتيجه ان هي قاعده في السمول انتستين بيبقى طبعا عند الانسان ده فيه دايريا وفوميتنج وابدومينال بين. اهم من ده كله بقى ايه؟ الشخص ده هيبقى عنده انيميا، مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. قلنا ايه اشهر سبب للانيميا؟ على طول الانكليستوما. وايه المانيفيستاشن بتاع الانكليستوما؟ يبقى على طول الايه؟ الانيميا. تمام. الاثنين مرتبطين ببعض. طيب سبب الانيميا ايه؟ رقم واحد ان هي ماسكه اصلا بالاسنان بتاعتها في الميكوزا وعماله تجرح وتقطع في الميكوزا بتاع السمول انتستين، فالمريض ده عمال يفقد بلاد والبلاد ده بينزل في الاستول، ده رقم واحد. كمان هي نفسها الانكليستوما بتمتص دم المريض بتاكله. تمام. طيب رقم ثلاثة ان هي بتفرز كمان انتي كواجلانت، مواد بتمنع تجلط الدم وتعمل لي سيوله في الدم في المكان اللي هي فيه ماسكه فيه، وده بيخلي الدم يجي اكتر وما يتجلطش ويبقى سايل وهي تمص ايه اكتر. طيب المكان اللي هي ماسكه فيه ده جابت اخره خلاص، هتعمل ايه؟ بتروح سايباه وبتروح كمان لمكان غيره سليم وتبتدي ايه؟ تمص الدم تاني وهكذا.
نتيجة للأنيميا دي العيان ده هيكون عنده ايه؟ هيكون عنده ميلينا وأوكلت بلاد في الستول. يعني ايه ميلينا؟ العيان لو نزف من السمول انتستن الدم اللي هو نازل ده هينزل في الستول وهو نازل بيتهضم، فبيبقى لونه بيبقى اسود وهو نازل في الستول، فبيبقى لون البراز لونه اسود، تمام؟ ده بنسميه ميلينا. لكن لو نزف من اللارج انتستن بيبقى نازل فريش لونه ايه؟ ريد. طيب اوكلت بلاد يعني ايه؟ اوكلت يعني مخفي، يعني لو كميه الدم قليله اللي العيان نزفها مش هتبان في العين المجرده، يعني هلاقي لون الستول عادي مش اسود، بس لو فحصناها تحت الميكروسكوب هنلاقي فيه ار بي سيز. كمان الانيميا دي هتاثر على الشخص ده، خاصه لو هو طفل، هتعمل له منتال وفيزيكال ريتارديشن، تاخر في المنتال والفيزيكال ديفلوبمنت، وهيبقى الشخص ده عنده كمان حاجه اسمها بايكا. يعني ايه بايكا؟ يعني المريض نفسه بتروح لحاجات غريبه ان هو ياكلها، هي مش اكل اساسا. زي ايه اشهر حاجه؟ نفسه بتروح ان هو ياكل المض اللي هو الطين، تمام؟ ده نتيجه الانيميا. طيب الدايجنوز بشخص العيان ده ازاي؟ رقم واحد في اي دايجنوز اتفقنا هيستوري وكلينيكال بيكتشر. ده غالبا فلاح متعود ان هو يمشي حافل قدمين في السويل، او عامل في منجم، يعني اي حد بيتعامل مع الطين، تمام؟ عشان كده الانكليستوما ليها اسم تاني اسمها الماينرز وورم، ان هي بتيجي لعمال المناجم، تمام؟ وهيبقى عنده مانيفستيشن عباره عن انيميا وانتستاينال مانيفستيشن. الانيميا دي بتظهر على هيئه ايه؟ يعني هيجي يقول لي ايه؟ هيجي يقول ان هو عنده ديسنيا نهجان وبالور، وشه شاحب وبالبيتيشن، ضربات قلبه سريعه وبيتعب بسرعه، دي اعراض الانيميا. هطلب منه تحليل سي بي سي، هيبقى عنده مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا وكمان ايسينوفيليا. طيب لو طلبت عينة ستول هلاقي فيها ايه؟ هلاقي فيها الايج اللي هي قلنا بتبقى ترانسلوسنت وفيها فور سيل ستيج، ولو زرعت الايج دي على كالتشر هتتحول من ايج لايه؟ للارفي. وكمان هلاقي في الستول اوكلت بلاد زي ما احنا اتفقنا، لان هو عمال ينزف من السمول انتستين. هعالج العيان ده ازاي؟ اتفقنا ان كل الانتستان النيماتودز علاجهم البندازول او الميبندازول. هنا هضيف ايه؟ العيان ده عنده نقص في البروتين هايبوبروتينيميا، وعنده نقص في الايرن عشان بينزف، يبقى لازما اقول له بروتين ريتش دايت، تمام؟ ولازما اديله ايرن سبليمنت. هعمل كنترول ازاي؟ رقم واحد ماس تريتمنت اعالج العيانين، رقم اتنين ويرنج شوز وجلافز، يلبسوا شوز وجلافز عشان اللارفا ما تعملش بنتريشن للسكن، وسانيتري ديسبوزال الهيومن اكسكريتا، ولو لازم استخدم الهيومن اكسكريتا اس فيرتلايزرز يبقى ساعتها ممكن اعالجها كيميائيا الاول. طيب احنا كده خلصنا الانكليستوما، بقينا اللي هي النيكيتور امريكانس، دي موضوع صغير جدا، هي برضو من الهوك وورم وشبه الانكليستوما. الاختلافات ما بينهم ان الانكليستوما بنسميها اولد وورلد هوك وورم، لان هي دي بتاعتنا، دي موجوده في مصر وشمال افريقيا وكمان ممكن في اوروبا وجنوب امريكا وفي الهند والصين. لكن النيكيتور دي نيو وورلد هوك وورم، دي بتبقى في امريكا واستراليا. الانكليستوما بتبقى اكبر في الحجم لكن النيكيتور بتبقى اصغر. الانكليستوما بتبقى البيندنج بتاعها، احنا قلنا اتفقنا ان هم هوك وورم، يعني راسهم بتبقى مقلوبه لورا، تمام؟ بتبقى مايله. الانكليستوما بتبقى مش مايله قوي لكن النيكيتور بتبقى مايله قوي لورا. الانكليستوما شريره، ماشي؟ البقه الكبسول بتاعها بيبقى فيه تيس وبليتس، لكن النيكيتور بيبقى فيها بليتس بس ما فيهاش تيس. البليتس دي عباره عن حاجات عريضه كده مش مدببه زي الاسنان، فعشان كده الانكليستوما بتبقى هي الايه؟ الشريره اكتر من النيكيتور. طيب الميل بيبقى في الانكليستوما والنيكيتور، الميل بيبقى البوستيريور اند بتاعه بيبقى فيه حاجه اسمها بيرسا، بتبقى حاجه عريضه كده شبه المروحه، تمام؟ في الانكليستوما البيرسا دي بتبقى برود، لكن في النيكيتور بتبقى لونجر زان برود. الفيميل انكليستوما بتحط اجز اكتر من النيكيتور امريكانس، وده طبعا الاسباب دي تخلي الانكليستوما هي اللي مور باثوجينيك، هي اللي شريره، تمام؟ اما النيكيتور بتبقى ليس باثوجينيك. اخر حاجه اللي هي المود اوف انفكشن، الانكليستوما بيبقى كذا مود اوف انفكشن، اتفقنا ان هو بنتريشن لللارفا او اورال كمان لو اللارفا دي عملت بنتريشن اباف الجاستريك اسيديتي، او ترانس ميموري وترانس بلاسينتا. لكن النيكيتور هي بنتريشن بس لللارفا، بتخترق السكين فقط. والسلام عليكم.